بنبدا مع بعض الجزء الثاني في الدرس او الفكره الثانيه في الدرس اللي هي simplifying fractions. simplifying fractions كلمه simplify هنشوفها كتير. كلمه simplify هنا معناها ان انا ابسط او ان انا اختصر، ان انا اخلي صوره الفراكشن في شكل اصغر باعداد اقل. ازاي؟ ناخد اكزامبل علشان نفهم الفكره بتاعت السمبليفاي. نمبر 1، لو انا قلت لك 3 over 6 equals space over 2. الاكزامبل ده فيه شبه كبير من اللي انا لسه واخده من شويه، بس فيه اختلاف بسيط لو انت تاخد بالك. ايه الاختلاف ده؟ ان ال 6 بقت 2. ال 6 بقت 2. انت ملاحظ ان العدد قل. الاكزامبل بتاع الجزء الاولاني او الجزء الاول الفيديو الاولاني كنا بنقول فيه ان العدد بيزيد. لو العدد زاد بنعمل ملتبلاي. لكن لما العدد بيقل احنا بنعمل ديفايد. وكلمة ديفايد دي هي الفكرة بتاعت جزء السمبليفاي، ان انت كل الشغل بتاعك هيكون عن طريق ان انت بتعمل ديفايد، ما بتعملش تايمز. لان ال 6 بتقل بقت 2، سو انت عملت ديفيجن، عملت ديفايد، ما عملتش ملتيبليكيشن. نقدر نعرف 6 ديفايد باي كام؟ اديتنا 2. 6 ديفايد باي 3. نفس الطريقة في الايكوال فراكشنز لما كنا بنقول ان احنا نعمل ملتيبلاي فوق وتحت نفس العدد. برضه لما نعمل ديفايد لازم يبقى نفس العدد، لازم اعمل ديفايدد باي 3. 3 ديفايدد باي 3 ايكوالز 1. سو 3 اوفر 6 ايكوالز 1 اوفر 2. احنا كنا بنجيب الايكوال فراكشن عن طريق ان احنا بنعمل ملتيبلاي في الجزء الاول، لكن دلوقتي احنا بنعمل ديفيجن، بنعمل ديفايد. بنصغر الفراكشن اللي عندي او الارقام اللي عندي زي ما انت شايف بتقل. Example number 2. 4 over 12 equals space over 3. لاحظ معايا هتلاقي 12 قلت. 12 قلت. يا ترى multiply ولا division ولا divide؟ برافو عليك، احنا عملنا divide. 12 divided by كام يديني 3؟ 12 divided by 4. يبقى لازم فوق اعمل divided by 4. 4 divided by 4 equals 1. 4 divided by 4 equals 1. Number 3. 9 over 27 equals 1 over space. خلي بالك كويس جدا انت النيوميريتور هو اللي موجود عندك مش الدينومينيتور. فبالتالي لازم اقارن ال 9 مع ال 1. ال 9 بقت 1، عملنا لها ديفايد لان العدد نقص قل، العدد قل. يا ترى 9 ديفايدد باي كام يديني 1؟ برافو عليك، احنا كنا بنقول قبل كده ان any number divided itself equals 1. يبقى 9 ديفايدد باي 9. 9 ديفايدد باي 9 equals 1. So we will divide 27 by 9. 27 divided by 9 equals كام؟ طبعا لو انت بتنسى الديفايد او مش عارف تعمل الديفايد سهل جدا تقول 9 تايمز كام او 9 ملتبلاي باي كام يديني 27. نقدر نقول 27 ديفايد باي 9 equals 3. Number 4. 15 over 25 equals space over 5. لاحظ معايا التغيير اللي حصل. 25 بقت 5، الفراكشن بيقل. عملنا له ديفايد. اسال نفسي 25 ديفايدد باي كام يديني 5 زي ما كتبت؟ 25 ديفايدد باي 5 equals 5. يبقى لازم ال 15 اعمل لها برضه ديفايدد باي 5. 15 divided by 5 equals نسأل ال 5. 5 multiply by what equals 15؟ 5 multiply by 3. يبقى 15 divided by 5 equals 3. Last example. 7 over 70 equals 1 over space.
لسه قايلين الكلام ده في اكزامبل نمبر 3. لو انت عندك عدد 9 مثلا اكزامبل 9 وبقى 1، طبعا العدد لما بيبقى 1 انت كده عملت له ديفايد باي itself، عملت له ديفايد باي نفسه العدد نفسه، فنقول 7 ديفايدد باي 7. So 70 divided by 7 equals برافو عليك 10. في فكرة تانية في simplifying ان هنا بيديلك عدد يعتبر بيساعدك بيه، بيقولك مثلا 6 بقت 2 فانت بتعمل divide by 3، انا يعتبر محدد لك العدد اللي انت بتروح له. انما ممكن تجيلي بفكرة تانية زي الاكزامبل ده. نمبر 1، لو انا قلت 4 over 12 equals space over space، هنا بقى بيكون الصعوبة في الاكزامبل ده ان هو مش بيديلك اي بارت من الفراكشنز اللي عندك، ولا نيمريتور ولا دينومينيتور. هو النيمريتور والدينومينيتور يعتبروا ميسنج بارت، يعني اجزاء مش موجودة عايزين نجيبها. الحل هنا بقى ان انت بتشوف الفراكشن اللي موجود ال 4 and 12 وبتدور على عدد يكون تقدر تعمل بي ديفايد للعددين مع بعض. بمعنى ال 4 و 12 نقدر نلاقيهم في تايم تيبل كام؟ ال 4 و 12 هنختار رقم يكون ينفع اعمل بي ديفايد 4 and 12. بمعنى لو انا قلت 4 و 12 هل اقدر اقول 4 ديفايد باي 3 و 12 divided by 3؟ طب يا مستر 12 divided by 3 تنفع، فيها 4، لكن 4 divided by 3 can't be، يبقى 3 دي ما تنفعش، انا لازم اختار عدد ينفع مع ال 4 and 12. So ال 4 و 12 لو انت مركز في التايم تيبل بتاعك هتلاقي 4 divided by 2 و 12 divided by 2. 4 divided by 2 equals 2 و 12 divided by 2 equals 6. excellent. يجي لي ولد شاطر يقول لي يا مستر انا ملاحظ ان 2 and 6 اقدر اعمل لها simplify مرة تانية. ازاي؟ لان 2 وال 6 مشتركين في تايم تيبل 2 مرة تانية. يبقى احنا هنا نقدر نعمل simplify او divide مرتين. المرة الاولى حولت ال 4 divided by 2 بقت 2، 12 divided by 2 equals 6. بعد ما جبت الناتج لقيت ان اقدر اعمل simplify مرة تانية. So 2 divided by 2 equals 1 and 6 divided by 2 equals 3. طيب يجي لي ولد شاطر يقول لي يا مستر الاكزامبل اللي فات اللي هو 4 over 12 انا اقدر اجيبه في خطوة واحدة مش في خطوتين. اقول له ازاي؟ يقول لي يا مستر ال 4 and 12 هما الاثنين انا شفتهم قبل ايه كده في تايم تيبل كام يا ترى؟ ها؟ 4. excellent. ال 4 وال 12 انا شفت الكلام ده في تايم تيبل 4. So 4 divided by 4 equals 1 and 12 divided by 4 equals 3. في ولد شاطر يقدر يوصل للاجابه النهائيه في خطوه واحده بس، وفي حد يقدر يوصل لها في طريقتين، فما فيش اي مشكله. المهم ان انت توصل للناتج النهائي بتاعك يطلع 1 over 3 اللي هو ثبت. نمبر 2، 3 over 30 equals space over space. لو تاخد بالك طبعا الارقام دي بتبقى اسهل شويه لان 3 and 30 سهل قوي ان انت تقول لي divided by 3 و 30 نقدر نعمل divide by كام يا ترى؟ برافو عليك، divide by 3. So 3 divided by 3 equals 1 and 30 divided by 3 equals، زي ما قلنا لو انت مش عارف تعمل الديفايد امسك 3 واسالها يا 3 تايمز كام يديني 30؟ ها 10. excellent. So 3 over 30 equals 1 over 10. number 3، 6 over 21 equals space over space. يا ترى 6 and 21 نقدر نعمل simplify او divide by كام؟ نقدر نعمل divide by 3. برافو. 6 divided by 3 equals 2 and 21 divided by 3 equals 7. excellent. number 4، 35 and 45.
35 over 45 equals space over space. مبدئين كده لما بيكون عدد اوله 5 اليونتس بتاعه 5 ده بيبقى سهل قوي انك تكتشفه يعني. بيبقى سهل قوي ان انت تطلع التايم تيبل المشترك ما بين النوميريتور اند الدينوميناتور. بنسبه كبيره بيبقى 35 و 45 لما بتبقى محتار في الاعداد بتاعتك بيبقى سهل قوي ان انت تطلع الارقام دي بالذات لان ده رقم مميز او ارقام مميزه اللي هي تايم تيبل 5 زي ما انت قلت. برافو عليك. So 35 divided by 5 equals 7 and 45 divided by 5 equals 9. Excellent. ممكن تجي لي فكرة تانية والفكرة دي جاية في كتاب المدرسة. Match 3 over 4 1 over 2 14 over 21 4 over 14 دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية 7 over 14 15 over 20 2 over 7 and 2 over 3. طيب أنا عايز أعمل ماتش. طبعا لو أنت تاخد بالك هتلاقي أني طبعا مش هجيب لك الفراكشنز متساويه، لازم حضرتك تقوم بدور ان انت تعمل سمبليفاي، ها تعمل ديفايد للنوميريتور اند ديمونيتور عشان تلاقي الفراكشن بتاعك. طيب عينك على 3 اوفر 4 ما فيهاش سمبليفاي. 3 و 4 يعتبروا ان ذا سمبلست فورم، في ابسط صوره. الهاف برضو ال 1 اوفر 2 ما فيهاش يا مستر سمبليفاي، لان ال 1 اند 2 از ذا سمبلست فورم اوف هاف، يعني هي الفراكشن مش هنلعب عنده. لكن 14 and 21 ال 14 over 21 هنا بقى هيكون في سمبليفاي. لو انت تاخد بالك هيكون في تايم تيبل مشترك ما بين ال 14 and 21 بنعمل بي ديفايد علشان نجيب الفراكشن المساوي ليه. 14 and 21 يا ترى ال 14 وال 21 مشتركين في تايم تيبل كام؟ برافو عليك 7. فهنكتب الفراكشن المساوي ليه فوقيه. 14 divided by 7 equals 2. 21 divided by 7 equals 3. برافو. الفراكشن اللي بعده 4 over 14. تقدر تقول لي يا مستر الاعداد دي ايفن. احنا اخذنا قبل كده ان الاعداد لما تكون ايفن نقدر نلاقيها بسهوله في تايم تيبل. برافو عليك 2. So 4 divided by 2 and 14 divided by 2. Let's divide 4 divided by 2 equals 2 over 14 divided by 2 equals 7. ناخد المجموعة اللي تحت 7 and 14. برافو عليك شاطر. هعمل divide للفراكشن ده أو أعمله simplify. 7 and 14 يا ترى مشتركين في تايم تيبل كام؟ برافو عليك 7. 7 divided by 7 equals 1. 14 divided by 7 equals 2. برافو. 15 over 20 نقدر نعمل simplify. يا ترى 15 and 20 مشتركين في تايم تيبل كام؟ برافو عليك 5. لسه قايلين ان تايم تيبل 5 ده من الارقام المميزه. 15 divided by 5 equals 3. برافو عليك. 20 divided by 5 equals 4. لازم اراجع على بقيه الفراكشنز جايز يكون فيها simplify. 2 over 7 لو تاخد بالك ما فيش سمبليفاي. 2 over 3 ما فيهاش سمبليفاي. هنا نقدر نعمل الماتشنج، نعمل الجوين بتاعنا او التوصيل بتاعنا. 3 over 4 ندور على 3 over 4 اهي. 1 over 2 يا ترى فين 1 over 2؟ فراكشن الاولاني. 2 over 3 طبعا انا مش بتعامل مع الفراكشن الاصلي، انا بتعامل مع الفراكشن اللي عملت له سمبليفاي لان انا اكيد مش هلاقي 14 over 21 لكن هلاقي 2 over 3. الفراكشن الاخير هو 4 over 14 طبعا احنا حولناه بقى ايه 2 over 7. ال 2 over 7 موجوده تحت؟ موجوده تحت. كده يبقى احنا خلصنا درس الايكوال فراكشنز. اخذنا الافكار بتاعته. الجزء الاولاني كان بيتكلم ازاي اعمل تايمز والجزء الثاني ازاي اعمل ديفايد. إن شاء الله أقابلكم في الفيديو القادم بإذن الله. سلام.